مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا نقطه نظام. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن العديد من الموضوعات المهمه جدا اللي بتشغل بال الراي الشارع المصري، وهنقدم بعض النصائح للمواطنين فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وايه الاجراء القانوني اللي بيلجا له المواطن في هذا الامر، مع ضيفي اللي مشرفني في هذه الحلقه الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا. ولكن قبل ما تطرق لموضوعنا الرئيسي، النهارده صدر حكم من محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار وجيه حمزه، امر باحاله المتهم الاول والثاني في قضيه مقتل مريم فتاه المعادي الى مفتي الجمهوريه لابداء الراي الشرعي في اعدامهما، وتاجيل القضيه الى 30/12 للحكم. احنا كنا قبل كده اتكلمنا في هذه القضية في برنامجنا وتناولناها، لو حاب اذكركم بهذا الموضوع. هذه الفتاة تم قتلها اثناء محاولة سرقتها، وتم سحلها تحت عجلات الاتوبيس. كانت حادثة بشعة جدا، تفاصيلها مفزعة، وكانت على يد مسجلين خطر اللي تجردوا من مشاعر الانسانية والرحمة، ويعني اقدموا على هذه الجريمة. وكنا طالبنا ان يكون هناك حكم عاجل وسريع في هذه القضيه. بصراحه معظم رواد التواصل الاجتماعي تداولوا هذا الخبر، واعربوا وهذا الخبر اصدق صدورهم واعربوا عن فرحتهم، لان خلاص في حكم رادع، وان ده يكون عبره لكل مجرم يحسول له نفسه ان هو يقدم على هذه الجريمه. النهارده كان هذه المشاهد اللي معانا على الفيديو ده، مشاهد الحكم النهارده، وده والد الفتاه، درجة ان لما صدر الحكم قال الحمد لله وبكى من فرحة. يعني لو حد تابع شاف المحكمة النهاردة، كان في حالتين في داخل المحكمة، حالة حزن من بسبب صدور الحكم، وحالة فرح للأب وبكى من الحزن وقال الحمد لله بنتي خدت حقها. وان شاء الله احنا ده يعني نتمنى تنفيذ الحكم يكون، يعني انا واحد من الناس اتمنى يكون على الملأ، حتى يكون اي مجرم تسول له نفسه ما يقدمش على هذه الجريمة. وانا عايز اخد تعقيب من الاستاذ عادل صلاح خضر على هذه القضيه، هل مثل هذه الاحكام يا استاذ عادل بتكون رادع قوي لمنع تنفيذ اي جريمه بعد ذلك، ولا في امور اخرى؟ وانا اقول هكذا يكون القضاء. تمام. يعني وقع ما مضاش عليها شهرين، الفتاه هؤلاء المجرمين حاولوا يسرقوها، شدوا الشنطه بتاعتها، جرجروها في الارض، سحلوها، ماتت تحت عجلات العربية الميكروباص اللي هم بيسرقوا منها. أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات. محكمة الجنايات في هذه الحالة قضت بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه حول إعدامهم أو عدم إعدامهم، وحددت جلسة للنطق بالحكم، وده اللي بيحصل وفقا للقانون. تمام. أنا النهاردة أقول إن القضاء البطيء ظلم، دايما أقول كده إن القضاء البطيء ظلم. وفي الحالة دي احنا فعلا طبقنا العدل، فعلا ان القضاء سريع والقصاص سريع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. هل سيكون رادع؟ نعم. هل سيكون مثل هذه الأحكام رادعة؟ أكيد طبعا، أتمنى بقى ان يكون كل الأحكام تبقى بهذه السرعة. طبعا القضاء قضاء شامخ وبيقرأ ما بين السطور للوصول إلى الحقيقة، بس اتمنى ان الحقيقه تبقى في نطاقها السريع. تمام. وطبعا على راس النطاق السريع تكون محكمه النقض في نطاقها السريع برضه. تمام. استاذ عادل، بيكون من ضمن بعض الاشياء اللي بتدفع الى الجريمه او بتتسبب في الجريمه البيع عن طريق البيع الالكتروني او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، احيانا بيلجا البعض ان هو يروج لبضاعته وفي الاخر بيكون وراها هدف او جريمه. عايز اخد من حضرتك ازاي اوعي الناس بموضوع البيع الالكتروني، ازاي انا بعرض بضاعه، يعني ممكن اروح اشتري سياره في الاخر يفاجئ ان هي يعني كمين له من اجل ان هو سرقته او قتله، ازاي اوعي الناس بهذا الامر؟ هو طبعا البيع الالكتروني اذا كان سياره احنا بنتفق ان احنا نتقابل في مكان معروف، والمكان المعروف بيكون مثلا بنزينه هرفع العربيه، يعني مش هيكون، ما اعتقدش ان انا هروح وحدي اشتري عربيه. تمام. انما اللي فيه استدراج اللي هو السلع اللي هي الكماليه، الحاجات اللي هي اللابتوب، الحاجات بالظبط كده، دي اللي ممكن عشان اشتريها من شركه وفقا لقانون حمايه المستهلك لازم اعرف الشركه دي مكانها فين. تمام. ولازم اعرف تليفوناتهم، ولازم يقول لي الشركه دي المستندات بتاعتها ايه.
يعني شركة كذا والسجل التجاري بتاعي كذا. أنا مجرد من أنا أكشف على هذه الحاجات وأعرف مكان حتى الشركة دي مثلا في التجمع الخامس في 6 أكتوبر في كذا والعنوان وأطلع عنوانها المظبوط على النت وأتيقن إن هي دي الشركة اللي هي العارضة أشتري منها. يعني ما أروحش إلا إلى أصحاب الشركات فقط، أما أي شخص تاني عارض بضاعته بلاش يعني عارض ممكن عارض بضاعته أنا مش عارف ما أعرفش مين ده. أيوه تمام. يعني ما ينفعش إن أنا أشتري من مجهول، لازم اشتري حاجه من معلوم. طب دي برضه في سؤال عندي تاني مهم. احيانا في عمليات البيع بيلجا البعض الى امتحان الصفه ان هو يكون شخص اخر عشان يتمم بيع لارض معينه. حكم القانوني هنا ايه؟ وازاي انا راجل شخص اشتريت ارض واكتشفت بعد كده ان الشخص اللي باع الارض ده كان منتحل صفه، اعمل ايه؟ ما هو العيب عليا انا كمشتري، ما هو البطاقه موجوده وكله تمام معاه، بطاقته تمام، اعمل انا ايه؟ بطاقته ما هو في 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 حاجه اسمها التزوير المفضوح اللي الكل الناس كده اول ما تشوف تعرف ان ده فعلا عادل صلاح. تمام. وفي تزوير بقى متقن واخد بالك اللي هو لا ينخدع بيه الناس وده المعاقب عليه. يعني حتى التزوير المفضوح ده 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 غالبا بيبقى محل شك قدام المحكمه. في ناس ناجحه جدا ان هي بتزور بطاقات ما تبانش ان هي مزوره. انا بتكلم بقى في التزوير المتقن ده. انا لقيت ان واحد ضرب حته ارض عقد بيع ضرب عليها توكيل كل ده انا ببلغ بشتغل جنائي على طول. بقدم بقى شكوى في النيابه العامه باعتبار ان في جريمه نصب تمت عليه والنيابه وشانها وطبعا بتحال القضيه الى محكمه الجنايات في هذه الحاله اذا كان في تزوير توكيلات وخلافه. تمام. وبيحصل على كده بعد كده على حقه ولا بيبقى الوضع ايه؟ هو بيحصل على بيبقى فيه حقه ان هو بيدعي مدنيا في القضيه ضد المتهم. وطبعا المتهم ده هيكون نصب على ناس كتير وليه حسابات في البنك بيعرف ياخد حقه. تمام. الموضوع الاخر هو تزوير التوكيلات من اجل البيع. ازاي نعرف ان هذا التوكيل غير مزور؟ وفي نفس التوقيت الاجراء القانوني اللي اتبعه. التوكيل انا انت هتبيع لي بتوكيل. تمام. الاصل ان احنا بنعمل عقد بيع. تمام. الاصل ان انا هعمل هتاكد من مستندات الملكيه بتاعتك وبعدين اعمل عقد بيع. وانت هتعمل لي توكيل عشان اكمل باقي الاجراءات اكمل باقي الاجراءات. تمام. ده الاصل. انما انت عملت لي توكيل وانا عايز اتاكد ان التوكيل ده مظبوط ولا مش مظبوط. باخد صوره التوكيل لأن أنا لسه ما وقعتش حاجة وبروح الشهر العقاري أتأكد واستعلم من هذا الرقم. التوكيل ده بتاع مين ومن عمله؟ إذا لقيت لي أصل موجود في الشهر العقاري يبقى التوكيل مظبوط. ما لقيتش لي أصل في الشهر العقاري يبقى التوكيل مش مظبوط. ما الناس مش عارفة الحاجات دي كلها يا أستاذ عادل. ما مش عارف يعني مش عارف هو الراجل يعني شايف عرض لقطة قدامه خلاص أنا داخل أخذ العرض ده وما بيفكرش في أي حاجة، هو شايف إن دي حاجة لقطة بالنسبة القاعدة القانونية خاصة في السيارات أو اللابتوب أو أي حاجات زي دي. القاعدة القانونية تقول أنه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. الجهل بالقانون لا يجوز الاعتذار. ما ينفعش أقول أصلا أنا ما كنتش أعرف. طب أنا هاخد الأستاذ ياسر حجاج المفروض اللي كان يبقى معانا صديقك حبيبك حبيبي اللي المفروض اللي كان يبقى معانا النهاردة في هذه الحلقة ولكن الظروف طارئة اعتذر عن الحضور. وأستاذ ياسر أنا بحضرتك أهلا بيك أستاذ ياسر. أي فندم أي فندم إزاي حضرتك أستاذ ياسر؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. أخبارك إيه وعامل يا أستاذ ياسر؟ الحمد لله بخير في نعمة الحمد لله يا رب دايما. حبيبي الغالي حرمتنا من حلقتك وجودك الجميل معانا حبيبي ورفيقي عادل بيت دائما بنشرف بيك. يعني انا اللي حظي وحش انا اللي حظي وحش والله ان شاء الله موفق دايما يا رب. الله يخليك. حضرتك طبعا تابعت معانا من اول الحلقه الحديث يعني كنا عايزين ناخد تعقيب حضرتك على الكلام اللي الاستاذ عادل كان بيتكلم فيه. هو تمام زي ما قال الاستاذ عادل بالظبط. هي بيع العقار ببطاقه مزوره او بانتحال صفه شخص اخر ده القانون نظمه في قانون العقوبات ده تنظم في الماده 336 عقوبات دي الخاصه بجريمه النصب حطها في الفقره الثانيه اللي هو بيع ملك الغير اذا كان العقار ملك لغيره. اما بالنسبه للتزوير فده محطوط في الفقره الاولى اللي هو الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال ايا كان صوره هذا الاحتيال سواء كان بتزوير مستند او بانتحال صفه او مشروع كاذب او ربح وهمي
وعدد القانون الصور، منها التزوير زي ما حضرتك قلت كده زي البطاقة مثلا، ومنها ان هو ينتحل صفة الغير، ده اسمه الاحتيال وعقوبته لحد 3 سنين. لكن زي ما قالك الاستاذ عادل، هو المواطن ممكن يقي نفسه من البداية. انا بشتري عقار، يعني مش بشتري شيء مجهول، انا عين العقار الاول المعاينة الجاهلة تمام اللي هي النافية للجهالة، واشوفه على الواقع وتأكد من ملكية العقار لهذا الشخص اللي بيبيع لي، اللي هو طلع لي بطاقته، بروح أكشف في الجهات الملكية لهذا الشهر العقاري والمحاكم إذا كانت الدعوة صح ولا فاس. بعد ما بتأكد من الملكية ببرم بقى عقدي على إيد محامي زي ما سبق وأنا قلت لحضرتك الحلقة السابقة. ده تعليقي على جريمة النصب. تمام، يمكن ليا تعليق على جريمة فتاة المعادي. اتفضل حضرتك. الفقرة اللي حضرتك افتتحتها هو بصراحة يعني من أسرع المحاكمات اللي أنا شفتها. يمكن أنا محامي جنائي، فعمري كله شغال في مجال الجنايات، فدي جريمة قتل مقترنة بسرقة اللي ودها للإعدام، إن هي مقترنة بالسرقة بالإقرار. القضاء هنا وجهات التحقيق أسرعت يعني على مدى 2 شهر 60 يوم 70 يوم، بقينا قدام محاكمة وحكم وقرار إحالة للمفتي بيطلع وحجز دعوة للحكم. يعني زي ما قال عادل بيه صلاح معاك دلوقتي، هو فعلا التباطؤ في التقاضي ظلم بطيء. ظلم بطيء يعني ظلم سريع اللي بيبكي قدام حد يعني ظلم سريع وليس ظلم بطيء. يعني لا ده عذاب يا عادل بيه، ده عذاب. القضاء يعني البطيء بقول دايما ظلم سريع. بالظبط، خصوصا بقى في دعاوى زي الواضحه زي دي يا استاذ عادل، يعني الدعوه واضحه قدام حضرتك النهارده والمتهمين ومقبوض عليهم والطبيب الشرعي وخلص شغله، ويمكن فيها اقرارات كمان من المتهمين بالواقع. هم اعترفوا بالجريمه اصلا. يعني فيها اعتراف كامل. طب انت مستني ايه اللي ممكن يعطل التقاضي في هذه الحاله؟ هنا احنا معانا بصراحه، انا برضو عن طريق شاشتك الكريمه بحب اوجه رساله شكر باسمي انا وبعض رجال القانون للسيد النائب العام. احنا معانا نائب عام حمادة بالصوي، يعني لن يتكرر في مصر. الراجل بصراحة عالم بكل سلطاته ايه، بياخد كل اجراءاته في السرعة. النائب العام اللي موجود يا جماعة، انا بطمن المصريين، النائب العام اللي موجود معاكم دلوقتي الاستاذ حمادة، بصراحة انا لا علاقة لي بي شخصية اطلاقا، ولكن انا في العمل العادي انا شايف انه راجل موضوع العدالة السريعة والجنائية خاصة. وبتحرك بسرعة جدا في أي قضية بيتم تداولها على الفيسبوك أو ويمكن هو السنة دي تحديدا في قضايا جنائية بتحال بأقصى سرعة بعد تمام التحقيقات ومتهم بياخد حقه. بتحال فعلا للمحاكم وبيصدر حكم زي ما أنت شفت كده في أيامه. فأنا حابب أحيي النيابة العامة على رأسها النائب العام في إحالة الدعوة في للمحاكمة الجنائية بأقصى سرعة، ومحكمة الجنايات بقى هي وشأنها، يمكن هي منتظرة رأي المفتي وبعد كده زي ما قال الأستاذ عادل هتقضي بالإعدام أو لا يقضي بالإعدام. يعني هو مش ملزم كمان، يعني مش ملزم برأي المفتي. هو النهاردة أحال بقرار المفتي وهينتظر قرار المفتي. المفتي ممكن يقول له إعدم ورغم ذلك المحكمة تقضي بالمؤبد ولا تقضي بالإعدام. تمام، وممكن يقول له ما تعدمش ويعدم، لأن رأي المفتي هنا استشاري. استشاري فقط لا غير. استشاري بس. أنا عايز أقول إن الحق في القضية دي هي العقوبة اللي قضت بها محكمة الجنايات، وده رأيي القانوني رأيي الشخصي. مش بس. تمام جدا يا أستاذ ياسر، يعني أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة دي، وإن شاء الله منتظرينك الأربع القادم معنا بإذن الله. إن شاء الله. تحياتي لحضرتك والعادل بيه صلاح دايما موفقين. ربنا يسعدك يا رب. الله يخليك. الله يخليك يا أستاذ ياسر. عايزين نكمل كلامنا، يعني إحنا كنا بنتكلم عن التزوير وإن أنا أزور بتوكيل من اجل البيع. تمام، انا اعرف ازاي التوكيل ده مزور ازاي؟ احنا قلنا هنلجا للشهر العقاري. الشهر العقاري ولا يكشف لي القصه دي بالظبط. طب في سؤال تاني الناس بتتكلم عنه، يعني انا فوجئت مثلا بشخص استولى على قطعه ارض خاصه بيا وتم هذا الشخص قام ببيعها، انا اعرف ازاي ان القطعه دي تم؟ انا ما اعرفش خالص ان هو الا بعد فتره طويله اكتشفت ان تم مبنى عليها، ازاي انا اتابع حقي واعرف ان ارضي ما اتسرقتش مني؟ يعني انا غايب فين؟ يعني هو مثلا مسافر، هو اغتصاب الاغتصاب اغتصاب العقارات عامه نظمته الماده 44 واخد بالك، مقرر من قانون المرافعات.
ان اعطت للنيابه العامه سلطه تمكين ووضع اليد على الارض لمده سنه سابقه. يعني انا دلوقتي لقيت الشقه بتاعتي حد اغتصبها، بروح اقدم في شكوى والنيابه بتحقق هذه الواقعه بالشهود والتحريات وتتيقن مين اللي كان حايز هذه الشقه بغض النظر عن ملكيته لمده سنه سابقه عن بدايه النزاع، وبتمكن اللي هو كان حايز سنه سابقه حتى لو اللي حايز للسنه السابقه دي هو المغتصب. حتى لا حتى لو أنا حتى لو كان الحايز سنه سابقه هو المغتصب، انا بقول بغض النظر عن ملكيته. تمام. النزاع بقى الموضوع بيكون قدام القاضي المدني. انا بقى لقيتك انك انت اغتصبت العقار بتاعي وبعته لسن من الناس، يبقى كده بيع ملك الغير. بيع ملك الغير ده لا يجوز ولا يسري في مواجهتي كملك اصلي، حتى لو بنى عليه عمارة 20 دور لا يسري الا اذا انا اجازته. الا اذا انا عايزين أجازته. نوضح النقطه دي لان انا مش فاهمها، يعني لا يسري ازاي وانا بعت حتى بنيت عمارة وبعت يعني. بعتها البيع نفسه باطل. طب والناس اللي اشترت البيع بتاعهم باطل، البيع نفسه باطل، يبقى الناس برضو اتنصب عليها. الناس نفسها اتنصب عليها بيرجعوا عليه بقى بالفسخ والتعويض. وانا بالنسبه لي البيع هنا باطل، وبرفع دعوه ببطلان هذا البيع، وباخد حكم وبسترد العقار المعتدى عليه من البايع. يعني لازم ان هو يكون بنيه صافيه متنازل عن هذا، او هو راضي ان هذا العقار مباع للناس، والا ياخد كل لا ممكن بقى المالك نفسه المغتصب نفسه هيتصالح معايا انا كمالك. تمام. انا مش عايز نزاعات في المحكمه. الارض بتاعتك دي بكام؟ بخمسة مليون. هديك الخمسة مليون. في الحاله دي اذا اجازت انا البيوع اللي تمت فالبيع ينفذ، اذا ما اجازتهاش فالبيع باطل. طب لو برضو احنا اتكلمنا على الاغتصاب، لو شخص مخترب وده حتى بنسميه كده ان التعامل في تركه انسان على قيد الحياه باطل ولو كان ذلك برضاه. يعني انا قلت لك انا امتلك الشقه دي، روح بيعها لي. طب عايز اعرف من حضرتك العقوبات القانونيه اللي مقرره في حاله الاغتصاب بالاراضي او العقارات. ما احنا اتكلم الاستاذ ياسر دلوقتي في النصب. العقوبه اخرها 3 سنوات. ده نصب. لما نتكلم بقى في تزوير بندخل ل7 سنوات. يعني بتبقى عقوبتين. تزوير توكيل. تمام. يعني بتتدرج. بتتدرج العقوبه حتى 7 سنوات. حتى 7 سنوات. طب ايضا من ضمن الاستيلاء على املاك الدوله، ده شفناها كتير، ان شخص يستولى على املاك الدوله ويبني. تمام. وبعد ذلك يقوم ببيع العقارات. تمام. انا كمواطن اتفاجئت بعد كده لقيت الدوله بتقول دي ارضي وانا احنا هناخدها وما لناش دعوه بيكم. تمام. اعمل انا ايه؟ الجا لمين؟ اقدم شكوى فين؟ اولا اراضي املاك الدوله لا تملك بالتقادم. تمام. يعني ممكن ارض انت اغتصبتها قعدت عليها 15 سنة تملكتها بالتقاضي. تمام. تمام. إنما القانون بقى قال أراضي أملاك الدولة لا تملك بالتقاضي. اقعد فيها 100 سنة. لا تتملكها بالتقاضي. معلش أوضح الحتة دي. يعني أي شخص اغتصب أرض لمدة 15 سنة بقت بتاعته؟ بتاعته. لا. اللي هو حايز قطعة أرض حيازة هادئة. ومستمرة وغير متقطعة. ولمدة أكثر من 15 سنة ده بيعتبر مالك. بيعتبر مالك. مالك بيتملكها بالتقادم. ده نص. ده نص قانون. وإذا وجد نص لا اجتهاد مع النص. وصاحب الأرض إنما الحقيقي. القاضي. القاضي. آه. لا يجوز له أن يقضي بالتقادم من تلقاء نفسه. لازم أنا اللي أدفع بالتقادم. إن أنا تملكت هذه الأرض بالتقادم. تمام. وفي الحالة دي القاضي يحقق واقعة التقادم. انما حقوق الارث بقى يعني دي لا، ما انا لسه هنخش في حقوق الارث. ده حاجه تانية. انا بتكلم في النقطه دي بالتحديد في حته التقادم. يعني احنا يعني القاضي ما ينفعش يقضي هنا بالتقادم الا بدافع انا كخصم في الدعوه. اقول ان انا تملكت هذه الارض بالتقادم. في الحاله دي لازم يحقق واقعه التقادم. بيحققها ازاي بقى؟ بيحققها بالشهود والمستندات والتعامل مع الضرائب العقاريه ووضع اليد وهكذا. تمام. ده في الممتلكات العامه. في الممتلكات العامه. ممتلكات املاك الدوله. اما هنكمل بس حته الايه التقادم. اما حقوق الارث لا تتقادم الا بمضي 33 سنه من وفاه المورث. 33 سنه الارث.
الميراث. الميراث. ما معلش انا عايز افهم الحته دي. انا شخص مؤجر ارض من حد وبزرعها بقالي 20 سنه. تمام. وفوجئت وبعدها صاحب الارض ده توفى. تمام. وانا حطيت ايدي عليها، انا مأجرها بقالي 20 سنه اهو. مستأجر. مستأجر. اه. بس انا جيت استوليت عليها قلت ده انا ارضي وانا بقالي 20 سنه فيها. تمام. انا يعني اللي بيرث هذه الارض يعمل ايه؟ ما خلاص هو يعني المورث توفى الى رحمه الله، مات. هو مالك الأرض. اولاده بقى يعملوا ايه؟ ما خلاص شخص قال لهم انا بقالي 20 سنه ده ارض خلاص. وبنص قانون حضرتك بتتكلم عليه بالتقادم ده برضو قصه ثانيه. الارث المستاجر لا يتملك بالتقادم. ايوه عايزين نوضح النقطه دي. الاراضي الزراعيه. ايوه في القرى. ده انا عايز افهمه واوضحه للناس عشان الناس تفهم، بس لان بتحصل مشاكل في القرى بالتحديد. شخص يستولي على الارض يقول لك انا مش موزع، مش مديك الورثه، انا ده ارضي بزرعها. احنا هنفرق بين حاجتين. قانون ايجار قديم بالنسبه للاراضي الزراعيه. طب هاخد اتصال تليفون ونكمل. طيب استاذ سيد اتفضل. استاذ سيد. ايوه يا باشا. اهلا. سؤالك يا استاذ سيد. عمر ايه؟ سؤال حضرتك ايه؟ سامعني كويس؟ سامعك يا فندم. طب بس وطي صوت التلفزيون الاول واسمعنا. ماشي حاضر. سامعك يا فندم. ماشي وطي التلفزيون الاول. اتفضل صوت سيد سؤالك ايه؟ ماشي. والله يا باشا انا بعد اذن سعادتك بس كنت عايز اوجه سيادتك سؤال لسعاده الباشا. اتفضل. بخصوص ان في اتنين محاميين واخد بال حضرتك نصبين على ابني بوصولات امانه. بس هم الوصولات دي اصلا مش باسمه ولا توقيعه. تمام. هل هو القاضي ده يحق له ان هو يحكم على الوصل ده بدون الاصل، بدون وجود الاصل بيحكم على صوره؟ ازاي يعني؟ انت بتقول وصولات امانه ولا باسمه ولا بتوقيعه، صح؟ ما هو لا الوصل باسمه بس مش توقيعه. باسمه بس مش بتوقيعه. تمام. باسمه بس مش توقيعه. كله مرفوع عليكم يا صاحبي. طب هو اصل الوصل مش موجود يا فندم. والاصل كمان مش موجود، يعني الصوره اللي موجوده. اصل الوصل مش موجود. ولا صاحب الوصل موجود اصلا. طب مين اللي مين المسؤول عن اللي هو يرفع القضيه عليه؟ المحامين ولا سيادتك؟ المحامي ده كان معاه توكيل للشخص اللي هو اللي هو موجود ده. واستغله الكلام ده من 2016. واخد بال سيادتك؟ استغله ضد ابني وحضر الوصولات وصورها ورفع بها قضيه، والقاضي حكم سيادتك بصوره الوصل. حكم غيابي ولا حضوري؟ حكم حضوري. يعني المحامي الثاني حضر بالتوكيل. وللاسف الشديد المحامي الثاني ورط ابني وخده من ايده من البيت وداه المحكمه في جلسه الاستئناف، اخر استئناف له. كم وصل مرفوع عليه؟ وصلين سيادتك. ايوه. والوصل الثالث احنا لحقناه. تمام. طيب هرد عليك دلوقتي. طب اسمعنا بقى الاستاذ عادل هيرد على حضرتك ويوضح لك تعمل ايه. هو الواقعه دي ده صاحب يعني الوصل مش موجود كمان. يعني كانت عندي من فتره يعني قول 10 سنين كده. وتوجهنا بشكوى وكان الحكم نهائي على المتهم. وتوجهنا بشكوى للنائب العام. والنائب العام في الوقت ده احال الموضوع للنيابه وفتح فيه تحقيق من جديد. وتم اثبات ان الايصال مزور. وعملنا فيه ساعتها اشكال. وتم ايقاف التنفيذ. تمام. واتنقض الحكم بتاع الواقعه دي، اتعمل فيها بعد كده التماس اعاده نظر. تمام. وتم الغاء الحكم الصادر ضد المتهم في هذه الحاله. انما اللي انا عايز اقوله هنا بقى هو في هنا جريمه تمت. تمام. الصح ان هو يقدم شكوى للرقابه الاداريه، والرقابه الاداريه هي هتتولى هذا الموضوع من البدايه للنهايه. يعني يقدم شكوى للرقابه الاداريه مفصله، والرقابه الاداريه هتتولى الموضوع ده من البدايه للنهايه. طب انا عايز في سؤال في الحته دي. اتفضل. هل بيجوز الحكم ان انا يصدر حكم بالصوره دون الاصل؟ ما هو احنا بنعمل ايه؟ يا اما ان انا ايصال الامانه ده برفعه بشكوى للاسم، يا اما ان انا برفعه جنحه مباشره.
بشكوى للاسم، بقدم شكوى وبياخد مني صوره الوصل وبيديني الاصل بيأشر عليها نظر وبتحال بتمشي غيابي قدام القاضي، قدامه قضيه انا ما بحضرش كمتهم فبيحكم فيها غيابي. انما لو انا عملتها جنحه مباشره عن طريق النيابه على طول والمحكمه على طول، في الحاله دي بحضر اول جلسه لازم اقدم الاصل. تمام، يبقى فيها خدت بالك كده. انما بقى لو اللي هو صاحب الحكم الغيابي اللي هي القضيه بقى اللي هي واخده حكم غيابي دي، ساعه ما بيعمل المعارضه المفروض ان هو بيكحد الصوره الضوئيه ويلزمني انا بتقديم الاصل عشان يتخذ اجراءات الطعن عليه بالتزوير. تمام، اظن كده استاذ سيد لو اتبعنا كده استاذ عادل وضح لك ايه الاجراءات اللي ممكن تسلكها عشان تاخد حقك. هنرجع نكمل كلامنا استاذ عادل، احنا كنا بنتكلم عن التقاضي في استئجار الاراضي او تمام. احنا دلوقتي مش هنتكلم بقى في التقادم في الايجار، الايجار ما فيهوش تقادم. تمام، لو قعد يعني وان كان حتى لو زاد لمدى التأبيد طبعا الايجار اقصى مده ليه 60 سنه قياسا على الحكر. تمام، دي بدايه وفقا للقانون الجديد دلوقتي، يعني ما ينفعش اعمل عقد ايجار لمده 69 سنه، اقل حاجه اقصى مده 60 سنه ولازم اعمل له صح ونفاذ. تمام، والا المده بتاعته بتنقص ل 8 سنين. احنا بقى في عقد الايجار هنا. تمام، عقد الايجار بالنسبه للاراضي الزراعيه انتهت انقضى او انتهى العلاقات الايجاريه بصدور القانون 96 لسنه 92 بتعديل الماده 33 فقرة زين من قانون 178 لسنة 52 بتاع الإصلاح الزراعي. إصلاح الزراعي، صح. وبناء عليه أصبح كل العقود القديمة تم إنهائها. طب العلاقة اللي بعد كده بتبقى سنة بسنة سنة بسنة، أنا مستأجر مش مالك، مستأجر. إنما طبعا بالنسبة للشقق والمحلات والقانون القديم ماشي زي ما هو مستمر الإيجار القديم. آه بالظبط كده. والإيجار الجديد، طب احنا كنا بنتكلم على مشاكل الميراث، هل المشاركه حمى ميراث الاخت؟ خاصه ان احنا بنجد في مشاكل كتيره في موضوع الميراث ده. تمام، بنجد ان شخص بيرفض ان هو يسلم اخواته البنات قطعه الاراضي او العقارات اللي هو يمتلكها بعد وفاته. هل المشرع حمى هنا الاخت او الاولاد ان هم ياخدوا حقوقهم؟ بس هنجاوب على السؤال ده بعد الاتصال معنا. مين معنا؟ معانا احمد. اتفضل يا استاذ احمد. مساء الخير يا باشا، عايز اتكلم في سياده المستشار وانما عشان عندي ملاحظه بس. اتفضل حضرتك. انا كل زوجتي كانت شاكياني ورفع عليا قضيه. واخذت الفرش وديته المركز عندنا، استلمته وقادر مش استلم، وجينا خلصنا اجراءاتنا واتفق انها تحل ودي. لغايه النهارده هي مش راضيه تحل ودي وحاكمه عليا انا بشهر. تمام. واخدين عليها شيك. تمام، قعدنا نرفع اذن طاعة، المحامين مع بعضيهم، المحامي بتاعي انا ومحاميه هي، راحوا قالوا الورق، جينا قعدنا نرفع اذن تاني رفع خلع. انا تمام. عايز حل انا الوقت. تمام، طب اسمعنا استاذ عادل هيوضح لك هتعمل ايه؟ استاذ عادل ان هو بيتكلم ان هو صدر حكم ضده يعني المنقولات الزوجيه. هو بالنسبه للمشكله بتاع قائمه المنقولات الزوجيه انا طبعا ليا تعليق على التعديل الجديد اللي هو بتاع قضايا الخلع. لان قضايا الخلع انا بعتبرها دلوقتي استنزاف مادي للزوج. ازاي ان هي الزوجه تحصل على حكم بالخلع والقائمه متداوله في المحكمه؟ يعني ازاي تاخد خلع؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قال لها ردي الحديقه وطلقها تطليقه، هو ده المهر بتاعها. فالقايمه دي احنا بنعتبره جزء من المهر بتاعها، يبقى المفروض ان هو يرجع للزوج. فانا بهيب بالمشرع ان هو يعدل النص هنا بان الخلع تنقضي به الدعوى الجنائيه في قضايا قائمه المنقولات الزوجيه. تمام، هناخد معانا اخر اتصال وبعد كده هناخد على الاتصالات. ابو عبد الله، اتفضل استاذ ابو عبد الله. السلام عليكم، اكلم بشكل مشوار. اتفضل حضرتك. حضرتك انا كنت عامل توكيل لواحد، انا شغال حارس عماره. توكيل ايه؟ توكيل ايه؟
توكيل يا ابو عبد الله. توكيل عام، توكيل عام. عام شامل يعني؟ عام شامل. انا كنت شو عارف حاجه، كنت جاي من البلد شغالين ما اعرفش حاجه، هو خدني على مشمي عملت له التوكيل ده. حاليا انا اترفع عن التومين بسبب عداد كهرباء بيجي له عليه خدمات كتيره. مش عارف اعمل ايه، رفعت قضيه لغوا لي القضيه دي، ما اعطونيش فيها اي فايده على سنه ونص. هو اعتبرك مثلا كحول العماره وعمل المخالفات باسمك؟ العماره كلها باسمك انت. بموجب هذا التوكيل. موجب هذا التوكيل فعلا. طيب انت في الحاله دي بتلغي هذا التوكيل، وطبعا الغاء التوكيل الشامل دي حاجه مهمه جدا. وضحها. التوكيل العام الشامل لا يلغى الا بحضور الطرفين. الا بحضور الطرفين. انت في الحالة دي بتعمل محضر وتقول ان انا اتعمل لي 1 2 3 المحاضر اللي هي ضدك كلها، وبناء على هذا المحضر المجمع انت بتقدم طلب للشهر العقاري عشان تلغي. الشهر العقاري هيرفض ان هو يلغي لك، بتاخد الرفض ده وتطلع على مجلس الدولة عن طريق احد السادة المحامين الاجلاء يرفع لك قضية بإلغاء هذا التوكيل. طب حضرتك انا رفعت قضيه بس انا ما عنديش محاضر، هو العداد اللي عامل لي مشكله، عداد الكهرباء. طيب ما هو انت بتعمل بعداد الكهرباء محضر ان العداد ما يخصكش والشقه بتاع العداد مش بتاعتك. تمام يعني تمام يا ابو عبد الله على المحضر. ماشي تمام يا ابو عبد الله. هنرجع لسؤالنا المهم، احنا كده هنقطع الاتصالات خلاص عشان نكمل الموضوع. ماشي تمام. هل المشرع مشرع حمى الاخت في حاله امتناع الشخص عن ان هو يعطي ميراثه؟ احنا بس كنا بنتكلم في القايمه. والسؤال بتاع احنا الاستاذ ابو عبد الله على موضوع التوكيل. لا، اللي هو قبله كان بيتكلم في القايمه وان هو عرضها والزوجه رفضت انها تستلمها. في الحاله دي بيعرضها تاني قدام المحكمه، والمحكمه بتندب خبير، والخبير بيعين هذه المنقولات، وإذا لقى أن المنقولات دي مطابقة للقايمة حتى لو هي امتنعت، القاضي بيبرئه من التهمة، من تهمة تبديد المنقولات الزوجية. يعني حتى لو هي ممتنعة عن الاستلام، حتى لو امتنعت عن الاستلام. أنا مش عارف الناس بتعمل في بعضها كده ليه بصراحة في الموضوع المنقولات ده. لازم يعني مش عايز أقول يذلوا بعض، لازم لا أنا هطلع روحك وده يطلع روح التانية مقابل حاجات كلها ملهاش أي لازمة. هل بقى المشرع حمى الأخت في حالة الميراث، في حالة امتناع أخوها عن أن هو يعطيها ميراثها؟ هو طبعا النبي عليه الصلاه والسلام قال من اغتصب قيد شبر من الارض طوقه الله في 7 أراضين يوم القيامه. تمام. ودي احنا بنهيب باي اخ او اي واحد اخوه او اخته او قريبه ليه اي ميراث عنده يديهوله. يعني اللي هو ليه اي حاجه دلوقتي احسن من انه هيديها يوم القيامه. تمام. المشرع طبعا في التعديل الجديد ادانا جنائي دلوقتي ان احنا نقدم شكوى بدل القضايا المدنيه اللي هي بتتداول باكثر من 15 سنه امام المحاكم. ادانا دلوقتي ان احنا بنقدم شكوى للنيابه ان انا ليا انا كبنت او كاخت او كذا ان انا ليا ميراث ومش عارفه اخده، والميراث عباره عن كذا وكذا، وبقدم شكوى للنيابه العامه، والنيابه العامه اذا امتنع ان هو يديها حقها الميراثي بتحلها قدام المحكمه الجنائيه، والمحكمه الجنائيه بتقضي بالحبس والغرام. ده في الجنائي. بلاش المدني. أما المدني بقى المدني لان كتير بقى يعني احنا لو نزلنا الشارع او القرى يعني هنشوف نسمع قصص. تمام. قصص في الموضوع ده يقول لك خلاص خليك في المحاكم وشوف هتاخد حقك امتى، وبترجع تتنازل عن الحكم على القضيه اللي رفعها مقابل ان هي تاخد جزء صغير جدا من حقها لاطاله امد النزاع. وان للاسف الشديد ان في كتير جدا من تقرير الخبير ما بيبقاش فاصل في النزاع الفصل التام. ليه؟ يعني انا كقاضي بحكم حسب ما بيوضح لي اهل الخبره. انا بروح اعين مثلا عقار، الخبير يعني معروف كده، السيد الخبير معروف كده ان من اسباب كسب الملكيه الميراث. تمام. العقار ده بتاع سين من الناس، ومعروف كده وفقا لاعلام الورثه ان بتاع سين من الناس.
يقول ده سن من الناس ساب عقار 10 ادوار كل دور 3 شقق في الدور الارضي كذا، وفي النهايه خالص يقول الا ان الارض غير مسجله في الشهر العقاري. يدخل المحكمه نفسها في سجال من الـ من الـ من النزاعات تاني بسبب كلمتين يضيفهم كده. انا في احد الساده كتير من التقريرات بشوفها فاصله في النزاع. يعني هو بيدي رايه في نزاع خاص ملوش دعوه بالناحيه بالنواحي القانونيه تماما. ايه علاقه الشهر العقاري بالميراث يعني؟ مش شهر عقاري، ما هو بيقول لك غير انها مش مشهره في الشهر العقاري او مش مسجله. مش مسجله ايه علاقه ده بالميراث؟ انا ده جايب حضرتك تفصل لي في قضيه. ما انا بقى بحصل على حكم مثلا. حصلت على حكم التثبيت، تثبيت ملكيتي في العقار ده. تمام. بعد ما اخد حكم بتثبيت ملكيتي برفع دعوه فرز وتجنيب. المفروض خلاص بقى انا خدت، انا ليا حق ثابت بالميراث، الميراث نفسه احد اسباب كسب الملكيه. ومعايا حكم تثبيت ملكيه. تمام؟ انت بقى القضيه راحت لك انت عشان تعمل لي فرز مشاع، تديني نصيبي مفرز. والقاضي وداها كده. في النهايه خالص يقول لي اصل انا ما سجلتش الحكم. يديني بس باند كده، اصل انا ما سجلتش الحكم. تحط بنود تعجز. تعجز المحكمه وتدي وتفتح مجال للنزاع من الخصم ان هو يمد اجل النزاع. يطول في النزاع. مع ان هو اصلا الحق القانوني، الحق بتاعه هو بس الفني. انما هو في اوقات بيقحم نفسه في مساله قانونيه هي من اختصاص المحكمه. وده اللي انا بهيب بيه بالساده الخبراء الاجلاء، ان اي خبير يكون في حدود الخبره بتاعته مش النص القانوني اللي هو من اختصاص المحكمه. طب انا عايز اسال سؤال، هل في نص قانوني بيتيح للمحكمه ان هي توزع الميراث بالتساوي يعني وفقا للشريعه، وفقا النص للشريعه، ولا لازم ان يبقى الشخص موافق صاحب ال؟ لا، ما هو التوزيع اصلا وفقا للشريعه. انا قصدي يعني ما هو بيحصل مشاكل في الموضوع ده يا استاذ عادل. انا بتكلم في النقطه دي ليه؟ ان لازم يعني لما بتتدخل المحكمه في توزيع بيحصل، بيتم توزيع بالعدل، اما لما بيكون الشخص لوحده هو اللي بيوزع بيتم التوزيع بالباطل. يعني لو خاصة في الأراضي الزراعية بالتحديد. تمام. وده بتعمل خصومة كبيرة جدا من الإخوات بعضهم. هو بيقول كل واحد من الـ من الـ من المتخاصمين واخد بالك، يعني أكبر محامي كان في العالم كان دايما يقول، يجي له الواحد الخصم يقول له أنا ليا عند واحد مثلا 500,000. عند أخويا 500,000. وهيدهاني 300. يقول له أخدها ولا ارفع قضيه؟ يقول له خدها. خدها. ليه؟ يقول له لان التقاضي يولي الضغينه في النفوس. فانت الضغينه بقى اللي هي هتبقى في النفوس دي مش هتعادل ال 200,000 الفرق، ولا هتعادل ال 100,000 اللي انت تنازلت عنها بسبب انك انت اخوه او انت ابن عمه او انت قريبه او انت جاره وهكذا. ما هو برضه حتى لو خد نفس، في ناس للاسف ما هو برضه بيعمل خصومه. والله يا استاذ عادل حتى لو خد نفس المبلغ البسيط مقابل ان هو يبقى يخش ويخرج على اخوه بيعمل خصومه، بيزعل، بتفضل برضه في حاجه في نفسيته كده من جوه متضايق ان اخوه خد حقه او الاخت اخويا خد حقي، يعني المفروض كان دي من حقي. لو هو بيتمتع في حقي دلوقتي. لو خلصوا خارج ساحه المحكمه او ما خارج ساحه المحكمه بس هو برضه زعلان برضه. ما بيبقاش زعلان، في بيخلصوها في جلسه صلح وبتخلص. انت بتسيب من حقك شويه وانا بسيب من حقي شويه وبتخلص. انما داخل ساحه المحكمه احنا بنبقى خصوم. انت خصمي وانا خصمك. طب ما بدل ما نيجي المحاكم نحل الامر بالود كده وكل واحد ياخد حقه وفقا للشرع. ليه انا اطمع في اخويا واطمع في اختي؟ يعني ما كانتش تبقى دنيا، لازم تبقى دنيا، لازم تبقى دنيا. أيوة بكل الطمع. ايوه طبعا. اول جريمه ارتكبت على وجه الارض كانت القتل. نتيجة الطمع. نتيجة ان انا في دنيا. مش في جنة، في دنيا. طب القانون هيحمل، القانون الردع القانون هل سيحمي ويحل هذه المشاكل اللي بنشوفها ولا الدنيا؟ الردع القانوني اللي يحمي هذه المشاكل ويظبط الناس ويخليهم زي الفل انهم يرجعوا لدينهم. الرجوع للدين ده اول عامل اساسي. نظبط الشاشات بتاعتنا الناس كلها تبقى زي الفل. يعني اهم حاجه الرجوع الى الدين. ايوه طبعا. طب الناس يعني
ايه اللي يعني احنا عايزين نوعي الناس في الحته دي، ايه الدور المطلوب من المؤسسات الدينيه طالما بنتكلم بقى عن الدين وخاصه في موضوع الميراث، لان انا عايز اركز على الحته دي بالتحديد. طبعا. ان في جرائم قتل بتتم نتيجه الميراث. ما هو الميراث القانون حددها مدني وحددها جنائي، ليه التجئ للجرائم؟ ما هو انا بقول لحضرتك احنا عايزين نعرف دور المنوط بقى بالمؤسسات الدينيه عشان تعرف الناس تفاصيل الميراث او توعيتهم دينيا. هو المشكله ان الـ 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 ان يكون انا نفسي عندي الاستعداد للتوعيه، ما التوعيه ما موجوده في كل في كثير من القنوات. يعني هو يعني نابع من الشخص نفسه. الضمير الشخص. لازم انا اللي اسال ولازم اتعلم ولازم اعرف ايه الصح وايه الغلط، اذا كان لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون فمن باب اولى ان انا لازم اتعلم امور ديني. طب العقوبات في حاله الامتناع بتنص على ايه؟ امتناع عن حصه ميراثيه اقصى عقوبه للاسف 6 شهور. 6 شهور للاسف. يعني في قضايا بتعدي النص مليار جنيه في المحاكم وفي الاخر ياخد 6 شهور. ما اللي عايز يمتنع يقول لك باخد 6 شهور واتمتع بعد كده بكل حاجه. انا بقول لحضرتك اهو. طب ليه ما يتمش تعديل القانون؟ دي بدايه جميله. لان القانون ده بالذات يعني بصراحه بشكر سياده الرئيس ان هو شخصيا اللي وضع هذا القانون. يعني اصلا ما كانش فيه حكومه بالحبس قبل كده ولا ايه؟ ما كانش فيه. لا خالص خالص خالص. كانت النزاع مدني. فده من القوانين الجميله جدا، وبصراحه انا بعتبرها حلت على الاقل 25% من المشاكل. يعني مش اقل من كده. 25% من المشاكل. وهتساعد بعد كده بنسبه اكبر. هتساعد بقى الجزء الجاي على القضاء. ليه؟ لان احنا منقسمين كقضاء. منهم من بياخد الحاجه الثابته، يعني انت ارضك مسجله، ارض المورث مسجله. خلاص حصتك ثابته، حصتك ثابته بحكم، يعني في الحاله دي انا هحكم، يبقى انا كده الموضوع منتهي تماما كنزاع. وفي الحاله دي بدي بحكم بالحبس. بيحكم بالحبس. بالظبط كده. وده ما كانتش في الامتناع. وده ما كانتش موجوده قبل كده. ومنهم من يتشكك، والشك يفصل لصالح المتهم، وبقضي بالبراءه. ويقضي بالبراءه. بالبراءه. انا عايز يعني طبعا احنا مش عايز اطول في موضوع الميراث لان هو محتاج بحور كبيره جدا نتكلم فيها، محتاج حلقات كتير اكتر من كده، بس انا عايز ارجع برضو للحته المتعلقه بدور المؤسسات في حمايه المستهلك اثناء تعرضه للنصب في حاله البيع، في حاله الشراء، اي حاجه بيشتريها. الدور المنوط للمؤسسات، يعني انت شايف حضرتك دور حمايه المستهلك ازاي؟ دي حمايه المستهلك عليها ما شاء الله، يعني الدكتور احمد سمير عامل شغل عالي جدا. هو راجل انا شخصيا بحبه وما قصدتوش في اي مشكله، سواء لاي حد في الجهاز. الا وحلها بكل قانون وبكل حذافير. ومش لي انا بس، لكل المتعاملين مع الجهاز. بصراحه يعني طب عايزين نوجه نصيحه عجاله كده في انت خلال تعرضت في الواقعه نصب او مشكله في البيع عن طريق الشركات العقاريه او الشركات اللي هي بتبيع عن طريق النت وخلافه، قدم شكوتك لحمايه المستهلك. الشكوى دي بتتضمن ايه؟ لان الناس تقول لك انا ما اعرفش، انا بقدم شكوى بس ما اعرفش اخد. انا اشتريت من شركه سين انها بعت لي شقه، وجيت ان انا على ميعاد الاستلام لقيت ان ما فيش شقه من اساسه، ولكن الشقه دي الشركه دي لها كيان قائم. يعني لها سجل تجاري ولها بطاقه ضريبيه ولها كيان قائم. تمام. حمايه المستهلك بيجيب حقي. انا اشتريت عربيه ولقيتها معيوبه. ورحت التوكيل لقيته بيقول لي هتدفع فلوس وهي العربيه في الضمان. بقدم شكوتي لحمايه المستهلك. تمام. وحمايه المستهلك المشرع نفسه ادى لموظفي حمايه المستهلك سلطه الضبطيه القضائيه. فزيه زي ضابط الشرطه في مجال عمله. طب هل لو شخص اشترى حاجة ما فيهاش فاتورة، لا يمتلك لها فاتورة، كده بضيع حقه طبعا، ولا برضو يلجأ؟ يعني أنا رحت اشتريت لابتوب بس بدون أي فاتورة. تمام. ما احتفظش بالفاتورة. تمام. هل ده معناه أن أنا بضيع حقي، ولا برضو يلجأ للشكوى برضو لحماية المستهلك؟ لا، أنت مش بتضيع حقك. أنت بتثبته بكل طرق الإثبات. الإثبات مش الفاتورة هي أول حاجة. لا، الإثبات في المعاملات التجارية جائز بكل طرق الإثبات بما في ذلك البينة.
وشهادة الشهود. أما الإثبات في المعاملات المدنية لا تجوز إلا بورقة مكتوبة فيما يزيد على 100 جنيه. السؤال الأخير لحضرتك، هل القانون في المعادلات في المعاملات بيننا وبين بعضها يحتاج إلى تعديل ولا هو كده تمام؟ القانون المدني اللي هم أساس من وضع القانون المدني كان حافظ القرآن الكريم وتفسيره وحافظ القانون، وما أعتقدش إنه هيبقى فيه تعديل يعادل ويجابه التعديل بتاع القانون المدني الموجود الحالي من تاريخ ما توضع إلى الآن. تمام. احنا وقتنا خلص للأسف يعني، وأنا في نهاية الحلقة بشكر حضرتك جدا إن احنا وضحنا، ونتمنى نكون الناس فهمت معانا وما تقعش في الأخطاء اللي احنا نصحنا بيهم، إن هو أو أي حاجة لازم تكون عارف أنت بتتجه لخطوات إيه وتلجأ لمحامي، طالما أنت ما أنتش عارف في القانون إلجأ لمحامي يفهمك الإجراءات القانونية المتبعة عشان ما تتعرضش لأي محاولات نصب عليك أو اللي أنت تقع تحت قلة القانون. وفي نهاية حلقتي بشكر حضرتك جدا استاذ عادل على تشرف حضرتك معانا. بس حابب في نهاية الحلقة قبل ما اختم ان انا هتكلم عن موضوع مهم جدا في عجالة، خاصة ان مصر دلوقتي في الحديث لا ينقطع عن مصر في مصر وفي العالم العربي وفي افريقيا عن مباراة الاهلي والزمالك القادمة اللي هتقام على استاد القاهرة في 9 مساء يوم الجمعة القادم. هذه المباراة تعتبر مباراة القرن، لان احنا اول مرة في التاريخ بنشهد ان يكون نهائي ابطال افريقيا بين فريقين من مصر، يعني في الاخر افريقيا بتتكلم مصر، يعني اللي هيفوز هيكون فريق مصر. انا عايز بس اقول نتكلم ان احنا يعني لو حد تابع مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقي الكل دلوقتي بيحاول يسن سنانه، عايز يحفل على الاخر. لا بلاش تعصب، افرح بفوز فريقك، افرح ان انت خدت البطوله، بس في نفس التوقيت ما تحفلش على الاخر، يعني راعي مشاعر الاخر. ما هو فريق برضه مهزوم، بس برضه لازم نبعد عن التحفيل. بصراحه انا بشيد بالمبادره اللي اطلقها وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف الصبحي والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اللي اطلقوا مبادره تحت عنوان مصر اولا لا للتعصب، وده كان في اطار الاستعدادات لهذه المباراه. فعلا مصر الاول، الفريق اللي هيفوز هو فريق مصري، وده هيمثل مصر كمان في بطوله العالم للانديه. بلاش تعصب. احنا نزلنا اتكلمنا مع بعض النقاد الرياضيين عن توقعاتهم للمباراه وعن التعصب وعن المبادره اللي طرحها وزير الشباب. هسيبكم مع هذا التقرير على امل ان احنا نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده وموضوع جديد. انتظرونا. مش ملهاش اي توقع، بس انا شايف ان المباراه قبلها بايام في حماسه كبيره جدا، في شد عصبي جامد جدا. طبعا نرجو ان يزول هذا الشد العصبي في الملعب، ونرجو ان يترجم اللاعبين بحالتهم الفنيه والبدنيه لاعطاء صوره كبيره، صوره محترمه، صوره مشرفه للكره المصريه امام العالم كله. شايف ان شاء الله هنشوف مباراه فيها تكتيك جامد قوي، في تحفظ في البدايه، وان كان المدير الفني صاحب التكتيك العالي، الاهلي يعتمد على اللعب الجماعي والزمالك يعتمد على الهجمات المرتده السريعه. هنشوف مباراه محترمه، واكيد في توجيهات من معالي السيد وزير الشباب والرياضه واللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره بهدوء الاعصاب في الملعب، لان احنا هنعرف العالم من هي الكره المصريه. توقعات خارج الحسابات، مفيش توقع ابدا في نهائي افريقيا. اهلي وزمالك لاول مره، حدث افريقي كبير بتشهده جمهوريه مصر العربيه، نتمنى ان هو يليق بالكره المصريه، واتمنى اكيد فوز الزمالك. بالنسبه اللي هيكون اكثر هدوءا هو اللي هتبقى عنده افضليه الفوز او تحقيق الانتصار. مفتاح اللعب في الفريقين كبيره، ممكن من جانب الزمالك نقول 50-50، نص الملعب هو اللي هيكون متحكم الرئيسي. احنا بالنادي طبعا بلال التعصب فريق اللي